كل التفاصيل دي بالتأكيد قبل ما اخش بقى في كواليس المباراه وفي تعيينات حكام المباراه وهنتكلم على الملف الافريقي، محتاجين الاول نطمن على مدى الجاهزيه والاستعداد لمباراه بيراميدز النهارده. اروح بسرعه الى الزميل العزيز فاروق صلاح موفد قناه الاهلي اللي موجود حاليا في مقر اقامه الاهلي في احدى الفنادق القريبه جدا من استاد الدفاع الجوي. فاروق مساء الفل، ازيك؟ برحب بك يا محمد وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ايه الاخبار عندك وتطمني على الفريق بشكل عام، كولر بيتعامل ازاي مع المباراه، ابرز الغيابات لو في تدوير ومين اللعيبه اللي ممكن تكون واخده راحه من مباراه النهارده، وكمان لو عندك اي داتا او معلومات بخصوص فريق بيراميدز وتشكيلته الاساسيه في مواجهه الاهلي اليوم ان شاء الله. يعني خليني في البدايه يا محمد اتكلم على استعدادات فريق النادي الاهلي، وخليني اقول لك ان بعد المباراه الاخيره للنادي الاهلي امام فريق حرس الحدود كانت في حاله من الحزن طبعا بتسيطر على مستر مارسيل كولر، زعل شديد جدا للتعادل مع فريق حرس الحدود، وهو ده الامر اللي كان بيشغل تفكيره، ان مش عايز الاجواء الاحتفاليه الخاصه بالتتويج بدرع الدوري تسيطر على اللاعبين وتسيطر على نتيجه اللقاء. كان في حاله من الحزن طبعا لمستر مارسيل كولر بعد نهايه المباراه والتعادل. كان مستر مارسيل كولر عنده شغل، وخلي بالك يا محمد ده امر مهم جدا ان احنا يبقى عندنا مدير فني عارف عقليه جمهور النادي الاهلي وعارف طبيعه النادي الاهلي وحاله الانتصار دايما. النادي الاهلي يا محمد حتى لو حسمت الدوري مفيش مباراه عندي بالنسبه لي تبقى تحصيل حاصل، عندي الشغف، عندي ان انا احقق انتصار. مستر مارسيل كولر كان المباراه المتبقيه كان بيامل ان هو يصل للنقطه رقم 90، فكان في حزن شديد مسيطر عليه. بدا التدريبات ثاني يوم الساعه 9 صباحا استعدادا لمواجهه فريق بيراميدز، كلم كلام مهم جدا وشدد جدا على اللاعبين بعدم التهاون في المباريات القادمه، وقفل تماما يعني صفحه الاجواء الاحتفاليه. في نقطه مهمه جدا يا محمد ودي من النقاط المهمه اللي يعني اللي كان ليها حديث فيها مع مستر مارسيل كولر، ان يعني كلنا او معظم جماهير النادي الاهلي وقت الاحتفال بالبطوله بتطالب بالبطوله الثانيه، وده بيفقد اللاعبين فرحه الاحساس بنشوه البطوله. قال مهم جدا يبقى عندك الشغف انك تحقق البطوله الثانيه، لكن لازم تدي البطوله حقها، ولازم ان الجماهير او اللاعبين يفرحوا بوقت البطوله، بس ده ما ياخدكش من النتائج ولا ياثر على النتائج. اتكلم مع اللاعبين على ضروره عدوش اي امكانيه ان انا افقد اي نقطه في النقاط المتبقيه خاصه امام فريق بيراميدز، فهي مباراه من مباريات القمه والفريق الثاني في جدول الترتيب. شدد على اهميه هذه المباراه في الجلسه اللي عقدها مع اللاعبين عقب مباراه حرس الحدود، ثم منح اللاعبين اجازه يوم الجمعه واستأنف التدريبات بالامس في استاد مختار التتش. عقد برضو محاضره بالفيديو مع اللاعبين يتكلم على نقاط القوه والضعف في فريق بيراميدز، واتكلم على النقاط الفنيه اللي طالبها والجمل التكتيكيه اللي طالبها مع اللاعبين. طبعا في جلسه جمعت ما بينه وما بين هاري المدرب العام للوقوف على بعض الجمل التكتيكيه واسلوب اللعب اللي بينتهجه مستر جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، وايضا تيتسيان اندويا لي طبعا انت عارف الروتيشن والراحه اللي بيديها لبعض اللاعبين. خليني اقول لك طبعا ان هو فضل اراحه بيرستاو ومحمود كهربا ومحمد هاني من هذه المباراه، لكن النادي الاهلي بالقوه الكامله بتاعته بالعناصر الاساسيه كابتن محمد الشناوي، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، خالد عبد الفتاح، علي معلول، تقدر تقول ايضا وجود مروان عطيه واليو ديانج، احمد نبيل كوكا ومحمد فخري، وجود حسين الشحات، احمد عبد القادر وكريستو، كافه العناصر، محمد شريف ومحمد مجدي قفشه، تقدر تقول كل العناصر الاساسيه لفريق النادي الاهلي، وايضا احمد القندوسي. النادي الاهلي داخل المباراه يلعب بالتشكيل الاساسي غرضه، وطاهر محمد طاهر بالفعل يا محمد، كل العناصر الاساسيه للنادي الاهلي موجوده النهارده في تشكيل النادي الاهلي. النادي الاهلي هيلعب بتشكيله الاساسي، يعني الفريق النهارده بعد تناول وجبه الغداء مستر مارسيل كولر قعد في جلسه ما بينه وما بين كابتن سامي قمصان وهاري مدرب العام وتيتسيان اندويا والكابتن سيد عبد الحفيظ، اكد على النقاط مهمه جدا ووصل للجهاز الفني ووصل للعيبه ما عنديش اي فرصه ولا عندي رفاهيه ان انا اهدر اي نقاط خاصه في مباراه اليوم او المباراه القادم امام المصري. قال احنا بدانا بشكل كويس، مهم جدا ان احنا ننهي الدوري بشكل كويس. شدد على طبعا وفي امور كتير جدا طبعا مستني اتضح فيها يا محمد خلال الفتره القادمه، الرؤيه بالنسبه لي بدايه الدوري هيبقى امتى، بدايه الدوري القادم، كاس مصر هيتم استئنافه ازاي، انت عارف طبعا عايز يدي راحه للاعبين لان طبعا خلاص تيتسن اندويا اتكلم في هذا الامر، طبعا المفروض ان الفريق ياخد راحه خاصه انت مقبل على كثافه كبيره جدا من المباريات، قد تكون ان السنه القادمه هي اكثر
اكثر السنوات في تاريخ النادي الاهلي لخوض المباريات ما بين دوري، ما بين دوري ابطال افريقيا، ما بين سوبر افريقي، ما بين دوري السوبر الافريقي، سوبر مصري، عندك كاس عالم انديه، عندك لعيبه هتشارك مع المنتخبات الوطنيه، عندك كاس مصر، عندك كم كبير جدا من البطولات. ضروره يعني توضيح الرؤيه بالنسبه للفتره القادمه علشان اقدر احدد البلان اللي انا همشي عليه خلال الفتره القادمه. طبعا دي يا محمد دي الامور والتفاصيل الخاصه بفريق النادي الاهلي. انا موجود معاك يا محمد لو في اي استفسار عايز تقف على بعض النقاط الخاصه بفريق النادي الاهلي واستعداده لهذه المباراه. اكيد اولا في نقطتين، اولا النهارده اكيد في تطوير في موضوع التشكيل الاساسي، لان عندك مباراه بعد 72 ساعه، عندك مباراتين في الكاس الاسبوع اللي جاي، فاكيد هيحصل تطوير. يعني التشكيله اللي لعبت مباراه الحرس وارد يحصل تعديل في مركزين ثلاثه على الاقل، دي جزئيه. الجزئيه الثانيه السوليه ومحمود متولي ممكن يلحقوا ماتشات الكاس ولا الجهاز الطبي مع الجهاز الفني فضل ان خلاص كده الموسم بالنسبه لهم انتهى عشان يستعدوا للموسم الجديد؟ لا يا محمد، يعني خليني اخد من النقطه الثانيه، النقطه الخاصه به السوليه ومحمود متولي، خليني اكد لك جاهزيه السوليه ومحمود متولي لمباراه كاس مصر عقب مباراه الاهلي امام المصري وعوده الاهلي من الاسكندريه. هيكون الانضمام محمود متولي وعمرو السوليه لتشكيل النادي الاهلي والتدريبات الجماعيه للنادي الاهلي، وباكد لك جاهزيه زي ما اكد لنا الدكتور احمد ابو عبله جاهزيه الاثنين لاستئناف مباريات النادي الاهلي في كاس مصر سواء الداخليه ان شاء الله، وبعد تجاوز عقبه الداخليه تبقى مباراه المصري. ده الامر اللي يعني انا بحسمه لك من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، جاهزية عمرو السولية وجاهزية محمود متولي للمباريات القادمة عقب مباراة المصري بمشيئة الله. طبعا انت عارف النقطة الثانية، النقطة الخاصة بالتدوير والروتيشن اللي بيعمله مستر مارسيل كولر. خلينا اقول لك ان التشكيل التغيير النهارده هيبقى في اضيق الحدود. خلينا اكد لك عودة مروان عطية للتشكيل من البداية. مروان عطية يكون موجود في تشكيل الأهلي من البداية طبعا بجوار اليو ديانج. طبعا هيكون ايضا خلاص خالد عبد الفتاح في مركز الظهير الايمن بديلا لمحمد داني، مع استمرار باقي العناصر. طبعا انت بتتكلم في علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم. فخلينا اقول لك ان النادي الاهلي بيعود لتشكيله الاساسي اللي يعني اللي يختلف عن مباراه الحرس الحدود في مركز او مركزين. على هذا السياق يا محمد بطمنك على كافه يعني جاهزيه كافه العناصر، اي عنصر هيكون موجود هيكون جاهز ان هو يظهر بالشكل اللي يليق والطموح اللي يعني اكيد الشغل الفني اللي طالبه منه مستر مارسيل كولر. جلساته كلماته مع اللاعبين واشادته ببعض اللاعبين في الفتره الاخيره بيبقى ليها مردود في ارض الملعب، ده اللي احنا نتمنى نشوفه ان شاء الله وينعكس في ارض الملعب باذن الله. طيب بيراميدز لو عندك معلومه او فكره عن التشكيل في ظل كلام كتير بيتقال، في لعيبه ممكن تكون خدت اجازه، لا في لعيبه النهارده هتلعب، ابرزه مثلا محمد الشيبي الباك رايت المغربي كان اتقال انه في اجازه وفوجئنا انه موجود في القائمه، فلو عندك اي معلومات او كواليس عن تشكيل بيراميدز يا فاروق. يعني خليني اقول لك على فريق بيراميدز يا محمد وبالتحديد مستر باتشيكو في كلامه مع اللاعبين والامور اللي يعني اللي بيحضرها للنادي الاهلي في هذه المباراه. يعني خليني اقول لك ان من بعض الكلام اللي قاله اللاعبين، النادي الاهلي انت اتقابلنا معاه في الدوري وتقابلنا معاه في الكاس وتقابلنا معاه في السوبر، النادي الاهلي فاز في الثلاث مواجهات، مهم جدا ان احنا نحاول نرد الاعتبار بالجزء ولو نفوز النهارده في المباراه وان احنا نخسر سلسله الهزيمه بالنسبه للنادي الاهلي. ده كان من ضمن الحوافز النفسيه اللي بيشتغل عليها مستر باتشيكو مع اللاعبين. وخليني اقول لك اؤكد لك على تشكيل فريق بيراميدز لهذه المباراه، يكون احمد الشناوي في حراسه المرمى قدامه محمد الشيبي في مركز الظهير الايمن، اثنين قلبي دفاع احمد فتحي واحمد سامي وفي الشمال محمد حمدي. نص الملعب هيبقى مكون من الثلاثي محمود دونجا واحمد توفيق ومحمود صابر، قدامهم ثلاثه مكون من مصطفى فتحي وابراهيم عادل وفخري لقاي. ده التشكيل يا محمد الاقرب لفريق بيراميدز طبقا للتدريب الاخير وطبقا طبعا للاختيارات مستر باتشيكو لهذه المباراه. نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. انت عارف ان احنا موجودين في فندق الاقامه بيبعد عن الاستاد الدفاع الجوي يعني من 5 ل 10 دقائق. ان شاء الله يوم يكون موفق لفريق النادي الاهلي ويحقق الانتصار النهارده على فريق بيراميدز باذن الله. زميلنا فاروق صلاح موفد قناه الاهلي من مقر اقامه فريق الاهلي قبل التحرك الى استاد الدفاع الجوي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات الخاصه بالاستعدادات لمباراه بيراميدز، تشكيل الاهلي، تشكيل بيراميدز، الكواليس والاخبار، مين النهارده واخد اجازه، التدوير في التشكيل، يعني قدر الامكان يعني قربناكم شويه من الصوره والترتيبات الخاصه بمباراه اليوم.